ويا مساء الخيرات على أجمل متابعين شركة مجمع الشامل. جاهزين لتغطية اليوم بإذن الله بصور لكم كل جديد ومميز وفرنا لكم من فرع رياض مخرج 29 شارع بلال بن رباح. تابعوا سنابات الجاية ولا تروحوا بعيد. والعشاق الأكل الآسيوي لا يفوتكم الأعواد الخشبية الجميلة هذه اللي وفرناها لكم لليوم، مصنوعة من الخشب الطبيعي. متخيلين وفرنا لكم بسعرنا الخيال، رح تاخذين كل 10 أزواج بسعر 5.75 ريال هللة بس. خليني أوضح لكم مكانها، رح تجيكم قريبة من قسم ملاعق الخشبية. رح تاخذين كل 10 أزواج بسعر 5.75 ريال هللة بس. خليني أوضح لكم مكانها، رح تجيكم قريبة من قسم ملاعق الخشبية. زي ما عودناكم يوميا نوفر لكم كل عصري وكل مبتكر بسعر واحد وفي مكان واحد. خلينا نشوف مع بعض هذه القطعة الفريدة والعجيبة. راح تجيكم بلاستيك، ايش الفايدة منها؟ راح تغسلين فيها الخضار والفواكه بكل سهولة. الحلو فيها بتكون قابلة للطي، يعني تطوينها بهذا الشكل بكل سهولة. سناب الجاية وراح تاخذينها بسعر خيالي 5.75 ريال هللة بس. وما تاخذ منك اي مساحة في المطبخ. شايفين قد ايش جميلة وعصرية والأحلى؟ هذا وفرنا لك بعدة ألوان وحجمها جدا مناسب. راح أحط لكم طريقة. وريهم شطارتك في التقديم واختاري لهم أواني تقديم شركة مجمع الشامل الأنيقة واللي ما تتفوت. وفرنا لك اليوم الصحون السيراميك الجميلة هذه متعددة الاستخدامات مع القاعدة الخشبية ما بين الحجم الصغير والحجم الوسط. شوفوا معي قد إيش الشكل جميل وما يتفوت. كمان عندهم هذا الشكل راح يجيك مقسم صحون سيراميك وبالحجم الصغير مع القاعدة الخشبية. إيش رأيكم فيها؟ سواء للفواكه مثل للفطور ولا الكثير أو حتى المكسرات. راح تأخذين كل قطعة بسعر 5.75 ريال هللة. تحب الحلا والآيس كريم وتدوري على كاسات حلوة وأنيقة وبنفس الوقت يكون سعرها مناسب؟ لا تشيلي هم، منتجات شركة مجمع الشامل تكون بالواجب. وفرنا لك اليوم الكاسات البلاستيك الجميلة هذه للحلويات وللحلا وبأكثر من شكل. الحلو فيها بتكون قابلة لحرارة الميكرويف، راح تكون بلاستيك شفاف وبأكثر من شكل. الحلو ما راح تاخذي القطعة الواحدة، راح تاخذي من 6 كاسات إلى 8 كاسات. متخيلين قد إيش راح نوفر عليك الكثير؟ كمان أصحاب المشاريع والأسر المنتجة راح تفيدهم كثير. تستاهلوا كل الدلع وكل الجمال يا أجمل زبائن وأجمل متابعين. شوفوا إيش وفرنا لكم من جديد، الأكثر طلباً والأكثر مبيعاً، بوكس الفلين الجميل هذا لحفظ البرودة، راح يفيدكم كثير في الاستراحات في الشاليهات. تحطون فيه العصير الآيس كريم جميل جداً وحجمه مناسب، راح يجيك بالحجم الوسط ومع الغطاء. ومتخيلين راح تأخذونه بسعرنا الخيالي 5.75 ريال هللة بس. الحقوا على الكمية، صراحة ما يتفوت. حابة تغيري مطبخك بأقل تكلفة وبشكل جدا أنيق وجميل؟ لا تشيلي هم مع هذا اللاصق السحري لتغيير ديكور مطبخك بشكل جدا رائع. ما تتخيلون كمية التفاعل اللي وصلتنا لما وفرنا لكم أول مرة، كثير حبيتوه. طبعا إيش يتميز فيه؟ راح أصل لكم التفاصيل بسناب الجاية. رول لاصق للمطبخ يوضع على الجدران وعلى الرفوف أو الدوليب أو حتى على الأفران. يتميز إنه ضد الحرارة وضد اشتعال النار، يعني تستخدمينه بكل أمان. جميل جدا. وفرنا لك فيه لونين، عندك هنا اللون الفضي واللون الذهبي. أذكركم بيكون لاصق يفرق معاك وسهل الاستخدام. يجيكم 3 متر وراح تاخذين الرول الواحد بسعر 5 ريال. وشاركينا حبيت الذهبي أو حبيت الفضي.
ايش رايكم بالتجليد اللاصق الجميل هذا؟ صراحة أتعب وأنا أقول لكم فخم وأنيق، راح يجيك بتصميم الماربل باللون الأسود، تستخدمينه على الطاولات. أو في المطبخ على رفوف أو حتى على الدواليب، راح يجيك تقريبا 3 متر، سهل التركيب وراح تأخذينه بس ب5.75 ريال هللة. واستمتع بقهوتك ساخنة أو باردة مع المج الجميل هذا. أتعب وأنا أقول لكم عن جمال اللون، طبعا مظلوم اللون جدا في التصوير، لونه في الطبيعة أحلى بكثير. وفرنا لك بثلاث ألوان، عندك الأحمر، اللون الأزرق الغامق، وعندك هذا اللون اللي هو من درجات اللون التيفاني. تقدروا تقاوموا هذا الجمال؟ بالنسبة لي صراحة ما قدرت أقاوم، الشكل جدا جميل واللون كمان أجمل. هيجيك كوب قزاز شفاف مع غطاء بعدة ألوان، اختاري منها اللون اللي يناسبك واللون المفضل عندك، عندك الأصفر، عندك الأخضر الأسود، واللون الترند حاليا اللي هو اللون البنفسجي الفاتح، يناسب المشروبات سواء الحارة أو الباردة. راح تاخذين كل كوب بسعر 5.75 ريال هللة. نقدم لك ونختار لك أجمل الأدوات لمطبخك، وفرنا لك لليوم تشكيلة جدا واسعة من البرطمانات القزاز اللي جمعت لك بين الخشب وبين الأسود الفخم. شوف مين صنعها لكم، صنعناها لكم بكل حب من شركة مجمع الشامل، يعني ما يحتاج أمدح كثير، باين الأشكال قد إيش حلوة وجودتها جدا عالية. برطمانات قزاز بثلاث أحجام وبعدة ألوان أو بعدة أشكال، كل شكل للأمانة أحلى من الثاني. تستخدمينها سواء للبهارات أو حتى مثلا للطلعات، تستخدمينها كمان لحفظ المكسرات وغيره كثير. راح أصور لكم الأشكال الحين بالتفصيل، وراح تجيكم محكمة الإغلاق، وراح تاخذين كل برطمان بسعر 5.75 ريال هللة بس. ايش رايكم نشوف مع بعض الجديد من قسم مفضل عند الجميع، قسم الحلويات؟ كل شيء حب قلبكم راح تلقونه في هذا القسم. طبعا حاب اذكركم كلها بتكون تاريخ جديد واصليه طبعا، وبسعر واحد 5.75 ريال هللة بس. غزل البنات او خدود البنات، مهما اختلفت المسميات يبقى طعمها جدا لذيذ. شوفوا معي العرض الجبار اللي سوينا لكم اليوم من قسم الحلويات، متخيلين راح تاخذون 3 حبات من غزل البنات بسعرنا الخيالي، لو حابه بوكس كبير كمان راح تاخذين القطعة الوحده، ممكن كمان تستخدمين تسوين فيه عصير منعش للصيف، وراح تاخذين المجموعه او القطعه بسعر 5.75 ريال هللة.